حالته ما تطمنش، لازم يتنقل حالا. انسى المكان فين يا دكتور؟ يعني مثلا احنا مش هنكرر رحنا يا امير، كلمني وزير الصحه حالا. حاضر يا هاني. ايوه انجي. مين؟ يا نهار اسود، طب حوليه بسرعه. ايوه يا فندم، انا الدكتوره شاهيناز رستم. افتحوا لي غرفه الافاقه الجديده، عايزه اشوفها بنفسي. وفين السكيورتي؟ انا مش قلت عاوزاهم كلهم هنا؟ جايين حالا يا دكتوره. فين بقيه الناس؟ فين الفي اي بي؟ حاضر يا دكتوره. جهزت الغرفه؟ جاهزه يا فندم، 201 افضل جناح في القسم كله. طب روح اسبقني على هناك وتاكد بنفسك ان كل حاجه شغاله، التلفزيون والتكييف والتليفون، كل حاجه كل حاجه. حاضر يا فندم. سيكيورتي يا دكتور. انتوا الاثنين على سكشن 5 بسرعه، وانتوا تقفوا على الباب الرئيسي، والباقي فضولي البارك الكبير فورا، مش عايزه الاقي فيه اي عربيه حتى الامبلنس، مفهوم؟ اتفضلوا. عملت ايه يا مصطفى؟ طمني. للاسف يا دكتوره ملوش اي اثر. يعني ايه ملوش اي اثر؟ انا مش قلت ايه؟ اتصلنا بكل مكان ممكن يروحه او يعدي عليه، عياده السيده زينب والدراسه، مستشفى بالريش، مستشفى سرطان الاطفال، مركز الاشعه، برضه مفيش فايده، تليفوناته مقفوله لغايه دلوقتي. وعزه السواق بيحلف انه وصله الفيلا الساعه 3 بعد الظهر، وقال له انه محتاج ينام شويه ومش محتاج ينزل تاني، ودي اخر مره يشوفه فيها. اقلب الدنيا يا مصطفى، خد كل الرجاله اللي بتحتاجهم وتثق فيهم وهاتهولي هنا باي طريقه. انت ما تعرفش اللي جاي ده هيبقى مين. مش قادره اوصف لك حجم المصيبه اللي هتحصل لو الناس دي جت وما لقوهوش هنا في المستشفى. حاضر يا دكتور. كل استشاري أونكول يجي فورا. حضرتك هتكلمي لي حد من عندك يعمل لي حصر بأسماء كل نزيل في المستشفى. حاضر يا فندم. وحتى اللي محجوزين في الرعاية والطوارئ، وكشف زيه بأسماء الدكاترة والإداريين والممرضات والعمال وأفراد الأمن. قصدي حضرتك المتواجدين النهارده؟ اللي موجود واللي غايب واللي واخد أجازة طويلة أو قصيرة. بس ده هياخد وقت شوية يا سعادتك. إيه يا دكتور؟ فين الدكتور سليمان؟ على وصول سعادتك. أفندم هو مش موجود في المستشفى؟ امال ازاي؟ ما هو حضرتك على ما نعمل الاشعاعات المطلوبه. تحاليل ايه واشعاعات ايه؟ الدكتور سليمان فين يا دكتوره؟ في ندوه طبيه مهمه جدا، وقافل موبايله. هو اصله لما بيندمج بيعزل نفسه عن اي حاجه. الله عليك يا سليمان يا مقطعهم. مش ممكن، لا سحر ولا شعوذه. فرق المشاريب يا ابو سحر، وهات لنا هنا والنبي واحد كاكاو في الحليب للكابتن بيليا. انت عملت لنفسك كده لا يجي لك هزز. اتفضل يا دكتور. امسك يا فندم. شكرا يا والله الناس يا دكتور بتحبك كده لله في لله. الحمد لله. ايه ده كتير قوي يا دكتور. كتير ايه بس؟ يا الفلوس بتاعت حد يا ابني. ربنا يرزقك كمان وكمان وتفضل مغرقنا بخيرك العمر كله. ايه بتبص على ايه؟ درجي اهو درجي. ايه جاتي ازاي؟ على فين يا دكتور؟ مشوار صغير وراجع. اي خدمه يا ابو احمد، استلم الزبون. ربنا يخليك يا دكتور. بقول لك يا ابو صاحب. عيون ابو صاحب. هونك يا دكتور سليمان. الحساب عندي انا، ما تاخدش حاجه من شوقي. ليه كده بس يا دكتور؟ ده انا كان نفسي افرح فيه النهارده. لا يا راجل انت صدقت برضه.
لا احنا بس بنسخن القعده وبنكسر مناخير الزبون مش اكتر. راجع لك تاني. سلام يا دكتور. موت وقفه للراجل ده. موت وفهبه يا جدعان. انت جاي تموت هنا يا عمنا؟ يا عم شوف حته ضلمه موت فيها بقى. وانت جاي من ارياف تقرفنا ولا حكايتك ايه بالظبط؟ ارياف مين يا زباله؟ يا نتن يا جربوع يا جعر. يا باشا اللي انت يا ابن الدلاله ده من ذوقك يا باشا. الاسطى حماده العفشاجي بيقول انك بتدور عليا بقالك اسبوع. ربك والحق انك اتخذت. هو في حاجه عدم المؤاخذه؟ لا هي حاجه بسيطه يا اخ فتحي. انا اصل سمعت ان عندك حته غزار مجروحه ومعاها اسوره. ده انت غاوي بقى قديم. اه طب وانت عرفت الحوار ده منين عدم المؤاخذه؟ طب وريالي الاول وبعد كده نتكلم براحتنا. طب يلا بينا. يلا بينا. نتكلم في هنا عاوز افهم. اصل الظروف سعادتك محدش يقول لي ظروف وجوابات. انت قلت الدكتور سليمان موجود وهيتابع الحاله بنفسه. فات ساعه ونص من ساعه ما دخلنا ما شفناهوش. مش موجود ومش هيقدر يجي. كنت تقولي لي كده من الاول وانا اعرف احاسب السبب في المهزله دي. لكن تخدروني كل شويه بالكلام مش هينفع. اهدي نفسك يا فندم. انا هفهم حد. اهدي نفسي ازاي يا دكتوره بالمهدئات؟ هو انا ما كنتش اقدر اخده واسافر لندن في الكام ساعه اللي استهلكناهم دول؟ وهناك هلاقي الاشطر من الدكتور سليمان الف مره. كلموا لي وزير الصحه حالا. انا غلطانه واستاهل الحرق اللي جيت المستشفى العجيبه دي. بعد اذنك يا فندم. يخرب عقلك وانت عرفت منين؟ اصل يعني أصل إيه؟ هو إيه اللي أصله وما أصلش؟ ما تنطقي. أصل الدكتور سليمان متعود يزور جماعة حبايبه كده عندنا يعني في الحتة. ومبارح كان سألني عن واحد جارنا بعافية شوية وقال إنه هيعدي يطمن عليه النهاردة. قمت أنا بقى لما لقيت الدنيا مقلوبة عليه قلت طقص بنفسي يمكن ألاقيه. فاتصلت بقى مشحات البقال وقال لي إنه شافه قاعد في قهوة برقش. برقش؟ اجري اندهلي مصطفى بسرعة. حاضر يا دكتور. بسرعة. مفيش لحد يقابلي. سامحيني يا دكتورة. أنا أصلا حسيت إن الحوار الجانبي ده يخص الدكتور سليمان. فاضطريت أتجسس عليه. يا ريت بقى حضرتك تريحي نفسك خالص وتسيبيني أتصرف. خد بالك من السلمتين اللي جايين دول يا باشا. خدهم على طرف صوابعك. وهم يعني الدرجتين دول هم اللي مزعلينك قوي يا اخ فتحي؟ ما انا بقالي خمس ادوار طالع على رجل واحده. ما قلت لك استناني تحت وانا هجيب لك لحد عندك. لا معلش يا خفيف، انا احب عين كل حاجه على الطبيعه. طب منك بقى وراجع لك. اتفضل. يا دكتور وصلت لحد فين؟ يا عم فتحي حرام عليك، حرام عليك، بقى كنت عايز تلطعني تحت وتحرمني من الجمال والقبقة دي كلها، ده انت مريض. جمال؟ جمال ايه بس يا دكتور؟ دي عشش العربجية والسريحة وحواري العشوائيات، أما لو ربنا كرمك كده ودخلت شقة في المهندسين ولا فيلا في جاردن سيتي، هتعمل ايه بس؟ تجيلي كرشة نفس. وربنا دمك زي العسل، بس على فكرة أنا مش مصدق إنك دكتور. والله ولا أنا. بس هنعمل إيه بقى؟ أهي الدنيا كده، ساعات تعمل حاجات غريبة بلاش أي معنى. يلا بقى طمن قلبي، متعني برؤية الحبيب يا مجرم يا سفاح. اتفضل يا باشمهندس. اتفرج وافرز. الله أكبر الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله على السلامة يا غالية. صاحب القهوه دي انا يا سعاده الباشا. يا 6000 مرحبه. طامع نبو سالي البهوات. شفت ايه يا عم انت تتهرج؟ سعادتك احنا تمام التمام وزي الفل وكله بمجرى القانون. دي رخصه السياحه. دكتور سليمان العريني تعرفه؟
تمام يا باشا. هو ده البيت ساعتك. قول لي الواد اسمه ايه؟ اسمه فتحي يا باشا، فتحي عبد العزيز شبان. نبعت حد يجيبه يا فندم؟ جيب حد ايه يا ابراهيم؟ هو مسجل ولا سوابق؟ ده دكتور لازم اطلع اجيبه انا. ايه اللي جاب الراجل المنطقه دي؟ احنا لسه هنبسبس يا عم فتحي، ما الموضوع يتقال في كلمتين. الفرد شرد عن القطعيه في التماسي وانت حبسته بشويه غله، وانا دلوقتي جاي علشان افك حبسته بالاصول. لا عدم المؤاخذه يا دكتور، انا ما طمعتوش. لا طمعته يا فتحي، طمعته يا فتحي. الحمامه دي نبيها ومتربيه كويس قوي، ومستحيل تحط على عيب غريب، وانا مش هتوه على فرد انيته وفرخته على ايدي. ايوه يعني بس عارف اللي هتقوله يا عم فتحي، عارف اللي هتقوله. الفرد ده نادر حبتين وماره حراق، وانا عنايا ليك. اللي هتطلبه هتاخده دلوقتي حالا فوقيه بوسه ومن غير فصال. لا بقى العمليه دي ما تخشش دماغي ابدا. دكتور مين يا عم الحاج؟ ده انت برمت دماغي ولفتها في خمس دقايق بس، ولا اجدعها تاجر في الجماليه وشارع الجيش. ما تخلص بقى فتحي، ارمي بقضك، خلينا نخلص. عشان خاطرك انت بس ورقتين كبار، تعرف لو حد تاني. لا 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 لا، ورقتين كبار ده ايه؟ انت برضه مقامك 200 جنيه يا عم فتحي. لا انت مقامك عندي اكبر من كده بكتير. امسك يا فتوح. 500 اهيف؟ يا نهار ازرق، تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انا لو واحد خطف مراتي وجه عشان يساومنا عليها وربنا ما ادفع فيها الفلوس دي كلها. يا عم ولا انا. دكتور سليمان بشوف بيصعب عليك. مساء الخير. دكتور سليمان العريني؟ ايوه يا فندم، انا سيادتك. المقدم حسام خليل. مين؟ انت متأكد يا رمزي؟ طب امتى حصل الكلام ده؟ في مستشفى ايه؟ مش معنى يعني مستشفى العريني. طب انت فين دلوقتي؟ لا 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 خلاص يا سيدي، خليك انت، انا حابب حد يكون صرع عندي هنا. يلا سلام. هدى امر يا فندم، اعطيني ارقام مستشفى العريني، موبايلات وارض بسرعه. حاضر. يا تامر، مين اللي سهران عندك؟ ها؟ طب اسمع، ابعت لي ازكاهم واخفهم حركه. يا سيدي امين عزام نقلوه مستشفى العريني، شكله بيودع. قول يا رب. عندنا في المستشفى بتاعتي من ثلاث ساعات، والحالة في منتهى الخطورة. يا نهار اسود، تلاقي البوتاجاز شايط على الآخر. فندم؟ لا ما تاخدش في بلسيتك. طب يا ريت نتحرك بسرعة جدا، لأني ما عنديش وقت أضيعه أكتر من كده. يا سيدي ما تقلقش قوي كده، هو في وزير بيموت في البلد دي. فتحي. أمر يا باشا. شوف لي وحيت أبوك تقفيصة، بلاش تقفيصة، شوف لي أي كرتونة بسرعة كده بس خرمها لي عشان النفس. حاضر. نفس إيه يا دكتور؟ ايوه النفس طبعا. امال ايه حضرتك تفطس؟ هي مين دي اللي هتفطس؟ الحمامه حضرتك. ايه مش روح دي كمان زي روح معالي الله؟ خلاص خلاص يا دكتور، روح يا ابني هات له اللي هو عايزه. تحت امرك يا باشا. على فين يا دكتور؟ هجيب عربيتي. لا معلش، حضرتك هتركب جنبي هنا، وهنستأذنك في مفتاح عربيتك لواحد من الرجاله يوصلها لك لحد المستشفى. وانا مقبوض عليا ولا حاجه؟ لا طبعا، احنا بس عايزين نريح حضرتك، وعايزين نجري شويه عشان نعوض التأخير اللي حصل ده في الطريق. حمدي. امر يا فندم. خد المفتاح من الدكتور. تحت امرك. المفتاح لو سمحت. اتفضل يا سيدي. طب وحياة ابوك بقى حموده، علشان بس في مطب رزل قوي على نصة القهوه، بقى خده كده سبعات في تمانيات لحسن العفشه قفشه. يا دكتور عفشه ايه؟ احنا متاخرين. اتفضل حضرتك. اتفضل يا سيدي، مش انتوا اللي عاملين المطبات دي؟ والله العظيم بركب يا ريس، العربيه حتى قدامي اهي. ما تقلقش حضرتك، نص ساعة وهبقى في قلب المستشفى. حاضر يا ريس، حاضر. مع السلامة. يا دي الفضيحة، يا دي الفضيحة. أدويها إزاي الكارثة دي يا ربي؟ أدويها إزاي؟
يا ساي. لسه قافل تليفونه يا مصطفى؟ للاسف يا دكتوره لسه قافل تليفونه. حضرتك عايزه منه ايه دلوقتي؟ ما حسام بيه بلغنا انه وصل له وعرف مكانه وجايين في السكه. ده مكان ياسر؟ ده مكان يجيبوا منه اكبر دكتور قلب في البلد؟ ده انا بكره سيرتي وسيره المستشفى هتتحكي على الربابه في الجرايد والفضائيات. انتي قلتي لي فين قهوه قرقش دي يا ست نجوى؟ برقش حضرتك. يا بنتي ما تفوريش دمي، انا مش ناقصاكي. فين القهوه زفتي دي؟ في السيده. اني سيده فيهم؟ ما بيروحهم كلهم. زينب. في السيده زينب. زينب. طيب تقدري توصفي لي المكان ده عامل ازاي؟ شكله كده يعني ايه؟ هقول لحضرتك، هي على نص حاره متفرعه من شارع، متفرع من شارع بورسعيد، جنب منها كده فرن بلدي وسنترال ودكانة فسيخ. فسيخ؟ فسيخ يا مصطفى؟ فسيخ. هاتلي حباية فاليوم يا ياسر، اي حاجة اي حاجة، لان دماغي هتنفجر. يا دكتورة هدي نفسك ارجوكي، كل حاجة هتبقى تمام. لا تروح فين؟ دي هتفضل هنا لحد ما نخلص من المصيبة دي. انت عاوزينها تمشي في المستشفى تبرطم بالكلام ده وتنشر الفضيحة لكل الناس؟ ليه كده يا دكتورة؟ ده أنا لساني كان يتقطع قبل ما ينطق بكلمة تأذي الدكتور سليمان. طبعاً، وانت عندك أغلى منه. مش هو اللي جابك من جنب الفرن ودكان الفسيخ وشغلك عندي هنا؟ طمني يا دكتور صفوت، إيه الأخبار؟ استقرار نسبي، لكن الجلطة امباكتد يا دكتورة، مش هتستجيب للعلاج بسهولة. احنا قدامنا ساعتين بالكتير ولازم ناخد قرار. ما تقلقش يا فندم، دكتور سليمان معايا في العربية اهو، ربع ساعة بالظبط هنكون هناك. تيجي بالسلامة يا فندم. مع السلامة. هو مين ده اللي يجي بالسلامة؟ دكتور نبيل قاسم مساعد وزير الصحة. بلبل، امال فوزي فين؟ فندم دكتور فوزي وزير الصحة، مش اصول برضو يجي يطمن على زميله وهو كمان؟ دكتور فوزي في ألمانيا. واضح ان سعادتك ومعالي الوزير اصحاب قوي قوي قوي. فوق ما تتخيل. شوف يا سيدي بقى، انا علاقتي بفوزي تبدا سنه 77، كنا وقتها بناخد درس انجليزي مع بعض. عمك فوزي بقى كان غاوي براسيم. المهم انا مش فاهم ايه الغريب في كده. يا دكتور نبيل نفذ التعليمات اللي انا بقول لك عليها. انا عارف انا بقول لك ايه كويس، ولعلمك بقى التعليمات اللي انا بقولها لك دي مش بصفتي وزير الصحه، دي بصفتي طبيب قديم عارف امكانيات وقدرات كل دكتور موجود في مصر. انا مش عايزك تتاثر بالكلام اللي بيتقال على الدكتور سليمان وان تصرفاته غريبه، كل دي شكليات. المهم المضمون، دكتور سليمان العريني اشطر جراح قلب موجود في مصر. الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه. مش مشكلة يا دكتور نبيل، خد معاك طلياني انجليزي، المهم يكون معاك الدكتور سليمان هو اللي يتابع الحالة بنفسه. اوكي يلا، ربنا معاكم، انا جاي مصر قريب ان شاء الله. يلا مع السلامة. مفيش فايدة فيك يا سليمان، مش مدي فرصة لحد يعرف قيمتك الحقيقيه. جينا يا سيدي وصلنا لغايه سنه 97. ان هو حضرتك يا دكتور غاوي حمام قوي كده؟ لا بتفائل بيه. طب تسمح لي اسالك سؤال غلس شويه؟ قديمه فندم. تسمح لي حضرتك اسالك سؤال غلس برضه واوفر عليك السؤال اللي كنت ناوي تساله؟ اتفضل. حضرتك ليك في اكل الحمام؟ اكيد طبعا. حلو قوي. طيب افرض حضرتك ان انا اتهفيت في دماغي وقلت لك انا ناوي اهديك بالحمامه اللي في الكرتونه دي، حضرتك هتعمل ايه؟ هتاكلها بريشها؟ لا طبعا. اكلها بريشها ازاي يعني؟ يعني هتاخدها تنضفها وبعدين تسلق وتحمر وبعدين تاكل. تمام. عظيم. حضرتك كلت وتكيفت وبعد كده طلبت معاك انك انت تحلي، جبت لك بطيخه، هتاكلها بقشرها؟ لا طبعا. طيب خلاص. هو ايه ده اللي خلاص يا دكتور؟ أنا كده جاوبت حضرتك. مش حضرتك كنت ناوي تسألني إيه يا دكتور اللي يخليك وأنت دكتور في مركزك وفي مهامك ده تسيب الدنيا كلها وتروح تقعد في المكان ده؟ مظبوط فعلا، هو ده السؤال اللي أنا كنت هسأله لك. طيب يا سيدي ما أنا كده جاوبت حضرتك.
يا حسام بيه، مصر بالنسبة لي عاملة زي الحمامة والبطيخة اللي حضرتك لسه واكلهم بالهنا والشفا. كل البهرجة اللي انت شايفها دي، زمالك، مهندسين، والتجمع، والتشتت، وكل الديكور الظريف ده بالنسبة لي أنا مجرد قشرة ناعمة، شوية ريش يلفت نظري، أحب أتفرج عليه ماشي، لكن لما بحب بقى إن أنا أستمتع ببلدي بجد وأدوق طعمها الحقيقي وأشبع منها وأنضفها من الكلام ده كله وأخش على البهاريز الأزهر والسيدة واللي منه، إيه الإجابة وصلت ولا لسه في الطريق؟ اجري بسرعة شوية يا ابني، اجري بسرعة. رايح فين حضرتك؟ رايح فين؟ داخل المستشفى. ممكن البطاقة؟ بطاقة ليه يا ابني؟ ممكن البطاقة؟ من غير ما تزعق، بطاقة ليه؟ لو لينا عمر بقى لازم تفكرني احكي لك حصل ايه في 2007. باذن الله. دي حكايه. اتفضل. طيب اتفضل. مش انا قلت مفيش عربيات ميري تقف هنا؟ هو انا بتكلم هندي؟ اتفضل نضف لي المكان ده بسرعه. تمام يا فندم. اتفضل يا دكتور. مساء الفل يا رجاله. دكتور شاحنات وصلوا الدكتور سليمان. مش عايزه اي لخبطه في اللي اتفقنا عليه، مفهوم؟ خير يا بنات. كنت فين يا دكتور؟ دي الدنيا مولعه. وانا مالي وانا المطافي. بس يا بنت بلاقي لك حاجه منك. لا يلا على شغلك، امشوا امشوا. ثواني يا حسام بيه، ثواني. اتفضل يا دكتور. ازيكم يا بنات؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ بصي يا رامي، تاخدي العلبه دي وتوديها مكتبي و... خليكي يا ماما في شغلك. خلاص اوعي تشغلي التكييف. فهماني؟ حاضر. هتفتحي الدرج التحتاني بتاع مكتبي، هتلاقي كيسه سودا فيها شويه ذره عويجه. ذره ايه؟ تاخدي منها بس شويه من اللي هتلاقيه في الكيسه دي وتحطيهم في العلبه، وتحطي معاهم شويه ميه في اي حاجه غامضه. ميه؟ هي العلبه دي فيها ايه يا دكتور؟ هي العلبه دي فيها فيل، يعني هيكون فيها ايه يا زكريا؟ مراجع. يلا. الحمد لله على السلامه يا حسام بيه. الله يسلمك يا دكتوره. طمنيني، اخبار الحاله ايه؟ كله تمام والحمد لله. يا ريت سيادتك تبلغ الهانم ان دكتور سليمان موجود وقدامه ربع ساعه بالظبط يجهز نفسه ويدخل الرعايه فورا. اتفضل يا دكتور، التعقيم جاهز وفي انتظار حضرتك. تمام. طب اعمل ايه يا ريس؟ طيب بقول لحضرتك حرس الوزير قافلين باب المستشفى، والنمله اللي داخله بيسالوها انت مين وداخله ليه، خصوصا الصحافه. يا ريس هم دول حد بيعرف يتكلم ولا يتفاهم معاهم اصلا؟ ده حتى النائب الاداري اللي اعرفه جوه المستشفى قافل تليفونه. الحل؟ الحل يا اما حضرتك تتصل بحد في الوزاره، يا اما تكلم الدكتوره شاهناز. بالذمة انت عندك مخ انت؟ يا دكتور انت حمار يا مصطفى وما بتفهمش اي حاجه. مش ممكن. مفيش مرة أطلب منك طلب ويتنفذ زي الناس أبداً يا مصطفى. أقولك عايز موبايل متين يستحمل كده مكالماتي ويسعفني في الظروف الطارئة دي، تجيب لي موبايل معفن منيل كل شوية يهنج كل شوية يفصل شحن. عفن يا دكتور؟ ده موبايل معفن يا سيدي. اخرس يا مصطفى اخرس. انت كمان ليك عين تتكلم؟ مش معقول أبداً كده. مش كفايه الورطه المقندله اللي احنا كلنا فيها بسببك دي؟ بسبب نباتك ومخك اللي زي الطوبه ده. مش معقول الدنيا مقلوبه عليا والراجل مرمي في الرعايه وانا تايه في الشوارع، ولا عارف اعمل مكالمه، ولا عارف اطلع رقم من الموبايل العيال اللي انت جايبهولي اللي ما فيهوش الا رنات رنات رنات. يا بنتي بالراحه، ما تقفليهاش قوي، بتخلي اقفليها كويس يا داليا. ما تقفلي كويس يا داليا. الله احنا هنهزر؟ لا بقى في ذمه ولا بقى في ضمير. يا ساتر. ولا السواق البيت سواق اللي بياخد مرتب وكيل وزاره
شايفني وانا خارج بالعربيه وعارف ان ما فيهاش بنزين، ولا كلف خاطره انه يقول لي. فليح لي بس في الهنبكه. الحمد لله على السلامه يا دكتور. البركه فيك يا دكتور، ربنا يخليك لينا. يا بنتي بس النفس ده مش معقول قوي. تقدر تشوف شغلها لو سمحت؟ اتفضلي يا بنتي اتفضلي. هاتي يا ماما هاتي. المهم شوفي بقى الاقدار لما تربس بقى معاكي وتقفل لك كل الابواب في وشك وتحبكالك على الاخر، تعطل فين بقى العربيه؟ فين؟ في شارع بورسعيد. الدنيا زحمه درمغه، وشارع بورسعيد كله ما فيهوش غير بنزينه واحده بس، وكمان ما فيهاش 92. لولا ربنا يكرمه سواق اصيل كده اتطوع ان هو يجيب لي جركن بنزين، اضطريت بقى ان انا استنى في قهوه حقيره على ناصيه الشارع. ما اقولكيش بقى يا دكتور، ريحه بشعه، مناظر فظيعه، صيع بلطجيه. ده انا شفت عيل صغير قد كده واقف. فندم. ايوه حبيبتي. على الرعاية بعد إذنك وبسرعة. تمام. ما ينفعش يا فندم، صدقيني الدكتور الغريب ده من ساعة ما دخل الرعاية وسلوكه اتقلب 180 درجة. شخط في كل الناس وغير طقم التمريض ومنع أي حد يدخل غير اللي هو حدده من قبل حتى ما يشوف الحالة أو يكشف عليها. مش هو ده الراجل اللي أنا جبته في عربيتي أبدا، مستحيل. مين اللي اداله الطريق ده كله؟ انا يا دكتور. احنا كنا بنحاول. ما كانش المفروض اننا نحاول، هي الانجينا لما توصل للدرجه دي هينفع معاها ادويه؟ ما احنا بعد ما عملنا القسطره. يا سيدي وطي صوتك، انا واقف قدامك مش واقف لك في البلكونه. مية على 70. الحالة دي ضيابتك؟ أيوة يا دكتور. مين اللي ظبط له السكر؟ أنا يا دكتور. جدع يا بنت. نكلم الدكتور محمد جلال. حاضر. دكتور سليمان، هو حضرتك ناوي هنفتح؟ عندك حل تاني؟ في الحقيقة لأ، بس قرار زي ده المفروض نبلغ بيه السيد وزير الصحة والقيادات. دي شخصية سياسية كبيرة والمفروض انهم يعرفوا كل حاجة. هيبك يا دكتور صفوت ان ذاكرتك ضعيفة قوي. يا سيدي انا جراح قلب، انا ما بفهمش في السياسة، انا ما بشوفش في البني ادم كله على بعضه غير قلب، لا بشوف كرنيهات ولا بشوف بطايق. انا اللي قدامي دلوقتي بني ادم شرايينه مسدودة وبيصارع الموت. لو استنيت بقى على ما حضراتكم تعملوا الاتصالات بتاعتكم وتكلموا القيادات والسياسات يكون الراجل يعني ايه؟ هياخد قرار زي ده وينفذه من نفسه كده؟ وطلب تجهيز غرفة العمليات وبعت لدكتور التخدير. مش ممكن، دي عملية قلب مفتوح يا صفوت، هو فاكر نفسه هيشيل زي ده؟ بعد اذنك يا دكتورة، انا بخلي مسؤوليتي من الكارثة اللي هتحصل دي. الراجل ده لو راح في ايده كلنا هنروح وراه. انا من رأيي يا دكتورة ان سعادتك تتحركي بسرعة وتعملي اتصالاتك مع كافة السادة المسؤولين وتعرضي عليهم الموقف كله، والا ممكن يحصل. وعلى ايه القلق ده كله يا جماعه؟ والحل في ايدينا وعلى الابواب. تقصد ايه يا ياسر؟ الوحيد اللي يقدر يرفع عننا الحرج ويفصل في الازمه دي هو مساعد الوزير،
والراجل قدامه 5 دقايق ويكون في الريسبشن. برافو عليك يا ياسر، تعت عني سيدي. فعلا دكتور نبيل هو الوحيد اللي يقدر يدي الاوكي لسليمان او يسحب منه الحاله. اجري يا مصطفى بسرعه شوف دكتور سليمان بيعمل ايه وبلغني بكل خطوه بيخطيها. مساء الخير دكتور سليمان. بشحمه ولحمه وكرفطته كمان. حرام عليك يا دكتور، معقول تسيبنا الوقت ده كله في ظروف زي دي؟ حضرتك عليها هانم حرم معالي الوزير. ايوه انا مش ممكن، وانا اللي كنت بقول لنفسي ان انا راجل محظوظ علشان معايا زوجه حريصه جدا على جمالها ورشاقتها وشكلها الرقيق. الزمن بيكبر وهي ما بتكبرش. اتاري الوزراء في البلد دي واخدين حقهم تالت ومتلت في كل حاجه حتى الستات. مرسي على ذوقك يا دكتور، بس انا كنت قلقانه طبعا ومتوتره وقلبك في رجليكي والود ودك انك تاخدي معالي الوزير على دراعك وتطيري بيه على احسن مستشفى في لندن، صح؟ ونعم الوفاء والاخلاص والاصل الطيب يا هانم اللي زي حضرتك دلوقتي بقى للاسف قليلين قوي. والعصفوره الجميله دي بنت حضرتك طبعا. ايوه هايدي. اهلا انسه هايدي، ما شاء الله ملاك والله. سامحيني يا هانم، انا فعلا اتاخرت عليكم كتير قوي، بس غصب عني اعمل ايه، انا كنت بصارع لانقاذ روح بريئه ضاعت مني بعد قصه حب كبيره قوي. بس بصراحه انا من اول ما شفتكم دلوقتي اتفائلت جدا واتطمنت على حاله معالي الوزير. طب واحنا ايه علاقتنا بحاله بابي؟ ازاي بقى، في حد في الدنيا ربنا بيرزقه بالجمال ده كله ويستسلم للمرض برضو؟ علشان كده أنا هاخدكم دلوقتي حالا تبصوا على بابي 5 دقايق بس، أولا علشان تطمنوا عليه بنفسكم، وثانيا علشان نديله ابتسامة رقيقة حنينة من الوش اللي زي القمر ده. هو ده بيرفكت. أراهن إن الابتسامة الحلوة دي هتخلي بابي يخرج زي الحصان من العملية. عملية؟ حضرتك قررت الجراحة؟ شفتي بقى حضرتك احنا حظنا حلو ازاي؟ نقول بقى الحمد لله عليه. هانم حضرتك خديها قاعدة عامة، مفيش جراح قلب في الدنيا كلها يكون عنده يأس من حالة المريض بتاعه ويفتح أوضة العمليات ولا حتى يقبل انه يجرحه بمشرط صغير قد كده. بيحاول انه هو ساعتها يعفيه من اي ألم، بيقول خلاص كفاية عليه لحد كده لانه بيكون يأس من حالته. إنما إحنا ما شاء الله عريسنا جامد وزي الفل وقلبه يستحمل أي حاجة. الحمد لله على السلامة يا فندم، الدنيا منورة والله. إزيك يا دكتورة؟ بقالي كتير ما سمعت صوتك ولا شفتك في مكتبي. ايه كبرتوا ولا استغنيتوا عن خدمات الوزارة؟ يا خبر ابيض، ازاي بقى يا فندم؟ ده احنا ماشيين بنفس معاليك. طمنيني، اخبار الوضع ايه؟ احسن الدنيا مقلوبة ومكتب رئيس الوزراء كل شوية اتصل عايز معلومة جديدة. خير يا فندم ان شاء الله، الازمة استقرت والوضع احسن بكتير. ربنا يستر. اتفضل سيادتك. وهي الحالة فين دلوقتي؟ في العناية يا فندم، على ما سعادتك تشرب قهوتك اكون بعت للدكتور سليمان. لا يا دكتورة من فضلك، بلغ الدكتور سليمان يرفع ايده من الحاله فورا. ازاي يا فندم؟ امال احنا رتبنا كل حاجه. من حسن الحظ ان البروفيسور بيتر ويليام كان موجود بيعمل بحث ميداني مع وفد من الامم المتحده، واكتشفنا من ساعتين بس ان الوفد رجع من غيره لانه قرر ياخد يومين سياحه، وهو دوت اللي اخرني عنكم. طب البروفيسور بيتر فين؟ جاي في الطريق. يا ريت تبلغي حد من الدكاتره يكون في استقباله تحت. هنعمل ايه؟ ما احنا عندنا اساتذه كبار مش قادرين يتحملوا المسؤوليه. اكيد حضرتك فهماني طبعا. فاهمه يا فندم. عايز كل التحاليل والاشعه اللي اتعملت واي ريبورت انكتب يكون معايا قبل ما ادخل الرعايه. حاضر. دكتوره شناس، دكتورة
يا دكتورة أنا هنا أهو. أنت فين يا بني آدم؟ ده وقت تختفي فيه. اختفي يا دكتورة؟ أنا بتصل بسعادتك من الصبح وحضرتك مش راضية ترد عليا. أنا كنت عايز أقول خلاص خلاص تروح تشيك على الرعاية بسرعة، مش عايزة غلطة واحدة فيها. دكتور نبيل عاوز يشوف الحالة بنفسه وتبعت لي ريبورتس والتحاليل كلها لحد ما أشوف دكتور سليمان راح فين هو كمان. الله واقف ليه يا بني آدم؟ ما تتحرك. رعيت يا دكتورة؟ أنا بتصل بسعادتك من الصبح عشان أبلغ حضرتك إن الدكتور سليمان جهز غرفة العمليات وخدر الحالة. أنت قلت إيه؟ بقول لحضرتك دي مهزلة ومش ممكن تحصل في أي حتة في الدنيا. هو مش عارف هو بيعالج مين ولا مين الشخصية اللي تحت إيده، ولا خلاص عامل نفسه مش واخد باله. أنا بقول سعادتك تكلمه. أنا مش هكلمه يا دكتور ولا عايز أشوفه أساساً. هو مش لسه مخدر الحالة من ساعة؟ من حوالي ربع ساعة دكتور. يعني لو دمه مش أقل من ساعة على ما يفكر يبتدي. لو دخل العمليات بشرفي بشرفي لقدم استقالتي. معقولة يا فاطمة؟ يعني 6 سنين تعليمي وسنة امتياز ومدخلتيش عمليات خالص؟ يعني رجلك ما اتكعبلتش حتى في سيزاريان في لوز يا ستي؟ والله ابدا يا دكتور، المره الوحيده اللي دخلت فيها سكشن تشريح وقفت 3 ساعات وما شفتش غير ظهر واحده زميلتي. طبعا اكيد، يعني هتشوفي ايه لما هم موقفين الدفعه كلها على جثه واحده، البنات بتزق في بعض والولاد بينطوا فوق الكراسي. والله حضرتك بتوصف المنظر زي ما تكون كنت موجود معانا بالظبط. عارف طبعا، عارف كل حاجه، وعارف كمان ان انت جواكي حكيم شاطر، وعلشان كده انا بعتلك. ها بالنسبه للاعصاب تمام ولا هتقعي من طولك ونسيب الحاله ونتلخم فيك انت؟ هو حضرتك تقصد؟ ايوه يا ست بطه، اقصد هتحضري معايا العمليه دي واللي هتشوفيه فيها هيعوضك عن سنين الكليه كلها. انا يا دكتور بجد والله العظيم ربنا يخليك ويبارك فيك ويكرمك ويه. ايه ده كل الشحاته دي؟ يلا بقى علشان تغيري هدومك وتعقمي. ها اغير رايي ولا ايه؟ لا حاضر حاضر. ربنا يوفقك يا بنتي يا بنت الخالي، الله يرحمك يا صلاح ويحسن اليك. ايوه فندم، طبعا انا بنفسي جبت له بروفيسور من اشهر جراحين اوروبا، دكتور بيتر ويليام، أظن معاليك سمعت عنه. لا هو هيتابع الحالة مع كونسولته من الدكاترة المتميزين. هطمن سعادتك لحظة بلحظة يا فندم. مع السلامة سعادتك. تفضل حضرتك، تفضل 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 يا فندم، مع السلامة. أنا عايز حضرتك تطمني خالص، هي أزمة بسيطة وإن شاء الله هيقوم منها بالسلامة، وأرجو إنك تقبلي اعتذاري عن التصرف المفاجئ اللي عمله دكتور سليمان. العفو يا دكتور نبيل، مفيش اعتذار ولا حاجة. عموما انا عافيته من المهمه دي عشان اعرف احاسبه على التصرف الغير مسؤول اللي عمله. حضرتك بتقصد انهي تصرف؟ انهي تصرف؟ القرار اللي خده بتجهيز الحاله للعمليات من غير ما ياخد موافقه. ايوه بس هو ما عملش حاجه غلط. مهما كانت كفاءته وقدرته، دي قواعد طبيه ما فيهاش اي جدال يا علي هانم، وانا ما اقبلش فيها اي اعتذار. يا دكتور نبيل اسمعني، الدكتور سليمان هيعمل العمليه لجوزي بناء على اقرار شخصي انا كتبته وسلمته له بايدي. ما فيش عملية كورونري باي باس مضمونة 100%، لكن the patient عنده unstable liver، يعني في ريسك كبير لو حصل تخدير for a long time. طب وإيه العمل؟ ده الحالة اتخدرت فعلا. I can't do anything، كمان الإيكو والسي بي سي مش فيهم enough quality، كان لازم يكون في دقة أكتر من كده قبل السيرجري. ده حاجة حزينة جدا، هو اليوم باين من أوله. دكتور نبيل أنا أسفة جدا. الدكتور سليمان دخل عمليات ولا لسه يا دكتورة؟ هما بلغوني إنه لسه مستني الأوكي من دكتور التخدير. الحقيقي من فضلك بسرعة، خليه يوقف العملية دي فورا، وخلي دكاترة التخدير يفوقوا الحالة بناء على أوامر مني أنا شخصيا، وإلا هحملكم مسؤولية جنائية مش هتستحمليها لا أنت ولا الدكتور سليمان العريني. حاضر يا فندم. سوري يا دكتور، أنا هخلي حضرتك تشوف الحالة بنفسك وتكتب لي ريبورت بكل الديتيلز اللي موجودة في ال اكسكيوز مي دكتور نبيل، أنت من شوية قلت حاجة أنا عايز أتأكد منها. قلت إيه؟ دكتور سليمان
أيوة. What is his last name؟ الأريني. ما هو ده الدكتور اللي. Oh my God. دكتور سليمان الأريني is here in the hospital. متأكد ولا بتقول كده وخلاص؟ متأكد طبعا يا دكتورة، أنا لسه مكلم دكتور الأوعية اللي هيدخل معاه أوضة العمليات وقال لي كده. هو حصل حاجة؟ نفس اللي أنا حذرتكم منه يا سي مصطفى، محدش بيسمع الكلام. فين الزفت الأسانسير؟ حالا جاية يا دكتورة حالا. عايز اعرف ابتدى ولا لا؟ في ايه؟ محدش بيرد، بس حضرتك عارفه الدكتور ما بياخدش دقيقه في التعقيم وبيفتح في ثواني. جنيف وميونخ from 5 years ago. الله، بس ازاي الكلام ده مش معروف في الاوساط الطبيه او المجلات العلميه؟ هير ان ايجيبت ممكن يكون مش معروف عشان انتوا دكتور نبيل مش بتستغلوا اني ابيليتي في ايديكم، وكمان مش في ريال سنس ممكن تكتشفوا بيه مواهب كتير في البلد عندكم. دكتور سليماني is very simple، مش بيحب الميديا وكلام كتير كده، عشان كده هو مش famous عندكم. Really I can't believe that. ازاي يكون عندكم واحد زي دكتور سليمان and you ask me to give you any help؟ بس انت لسه قايل من شوية ان قرار الجراحة ده كان متسرع وفي خطورة على. انا شفت papers just paper، أنا مش شفت لايف بيشنت، وكمان أنا مش كان عندي ثقة في جراح كرر سيرجري، لكن لما يكون اللي عمل ده واحد جينيوس بروفيسور لايك دكتور سليمان الريني، هو كان سي أني كومنت أباوت هيز أوبينيون. للدرجة دي؟ جينيوس؟ جاهزة؟ أيوة جاهزة إن شاء الله يعني. طب أنا هفكرك تاني، الوصلة اللي هتخلص هنعمل ميكس بينها وبين اللي بعدها، وهسيبك ثواني لحد ما تركزي في المسب الجديد وتخشي معايا. طيب يعني لو جت حاجة في النص مش حافظاها. شاوريلي بإيدك كده وخلاص، وإياك تقطعي الشغل بالكلام. أوكي يلا بينا. الحقونا يا جدعان، الحقونا يا جدعان، حد يلحقنا يا جدعان. في ايه يا ابني مالك؟ على مهلك على مهلك. مش قادره خلاص.
يا تقرب لك ايه؟ دي زبونه سعادتك وقعت على كبوت العربيه وانا داخل على اشاره النزهه، عماله تصرخ وتتلوى وحالتها صعبه، طلبت مني اوديها اقرب مستشفى والجدعانه بتقول يعني ايه ده ايه ده شويه انت مش هتخطر. ايوه حسام باشا، في حاله صعبه شويه، وقفت بتاكسي قدام باب المستشفى ودخلناها لاستقبال سعادتك. لا يا فندم لوحدها، هو بس الواد اللي معاه سواق التاكسي ده شكله مش مظبوط خالص. اوامر سعادتك يا باشا. تحت امرك يا فندم. خدوا منه الرخص والبطاقه وقعدوه شويه. رخص؟ ما دخلت كمين يا بيه ولا ايه؟ ايوه انا والله يا دكتور حاولت الحق الموقف بكل طاقتي، لكن للاسف الوقت كان. خلاص يا دكتوره خلاص، مفيش مجال للاسف والاعتذارات. دكتور سليمان اجبرنا على امر واقع لابد نسلم له ونتعايش معاه الكام ساعه اللي جايين دول، وربنا يعديها على خير. هيعدوا ان شاء الله يا دكتور وهنطمن كلنا. دكتور بيتر I'm so sorry I really couldn't. No no never mind everything is okay. دكتور بيتر هو الوحيد اللي مش قلقان ولا معترض على اللي بيحصل، بالعكس ده بيعتبر ان وجود الدكتور سليمان ده من حسن حظنا. يعني امال حضرتك؟ معلش دي مفارقه وكومبليكيتد شويه، هبحكي لك عنها بعدين. المهم الدكتور بيتر عايز ياخد جوله كده عندك في المستشفى ويشوف المستوى والتقنيه الطبيه اللي عندك. بس كده ده شرف لينا يا فندم، انا كنت هقترح ده بنفسي بس لقيت ان الظرف مش مناسب وخفت اعطل دكتور بيتر. نيفر I'll wait until دكتور سليمان finishing his work. مش ممكن ضيع فرصه دي من غير ما اشوفه وسلم عليه. ده يا فندم قسم البطنه والامراض المتوطنه، واحنا خصصنا له دور بالكامل عشان الكثافه فيه عاليه شويه. اتفضلوا. اتفضل يا بروف. بعد اذنكم ثواني بس. اتفضلي. ايوه حسام بيه. لا تحت امرك خير، في حاجه ودخلت خلاص ولا؟ لا طبعا هم هيعرضوها على الدكتور فورا ولو احتاجت حجزه هيحجزوها. لا يا حسام بيه ارجوك، انا معايا بروفيسور كبير من منظمه الصحه وبيلف في المستشفى، مش عايزه اي مفاجآت. لا لا حضرتك انا ما اقدرش احولها على مستشفى حكومي غير لما اعرف الحاله فيها ايه الاول. افرض حضرتك انها ماتت وهي بتخرج، الحكايه مش ناقصه اصلا. بالظبط كده بالظبط، وانا هقول لهم يعملوا ايه. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. في حاله طوارئ دخلت عندك دلوقتي، لو احتاجت حجز احجزها من غير تامين وباستكمل اجراءاتك بعدين. وبعدين بقى في الليله السوداء دي يا ربي. اسمك ايه يا نوره؟ عبير، عبير فاروق. معاكي حد بره يا عبير؟ لا اصل انا استريح استريح ما تتكلميش. خير يا دكتور؟ عندها ايه؟ اشتباه في زايده او حصوه في الكلى. ما تاخدش مسكنات وتعمل سونار وتحليل بول. امرك يا دكتور. معنى كلام حضرتك ان هي كده هتتحجز؟ اكيد طبعا، الكلام ده كله مش هيتم في الطوارئ. بالك يا فاطمة؟ مع حضرتك يا دكتور. بالراحة يا سيدي، بالراحة بالراحة. يا مامي اهدي شوية، أنا أعصابي تعبت، مش معقول كده. لو سمحتي يا هايدي سيبيني في اللي انا فيه. ما هو توترك ده مش هيغير حاجه من اللي احنا فيه، دول قالوا مده العمليه مش اقل من 4 ساعات، ما فاتش منهم غير ساعه واحده. انا بقول توفري نصايحك الجميله دي وتروحي تقعدي في الاستراحه. علياء حبيبتي انت فين يا سوسن؟ شفتي اللي حصل؟
أنا قلبي مقبوض قوي مش عارفة أعمل إيه. ما تخافيش يا حبيبتي، هيخف والله وهيبقى زي الفل. أنت إزاي علياء هانم تسيبيهم يعملوا العملية هنا في مصر؟ هما الناس اللي هنا دول ما يعرفوش اللي جوه ده يبقى مين؟ ولا شاطرين يسفروا ممثلين ولاعيبة الكورة؟ ثم فين وزير الصحة؟ بالراحة شوية يا محسن، هي الناس ناقصة رعب. ومين محسن ده كمان؟ معرفش يا دكتورة، ده أنا سمعت اسمه كده بالصدفة. بس بس بس، محسن الصواب ده أعز صديق لسيادة الوزير. وزير الصحة؟ صحة مين يا دكتورة؟ الوزير اللي في غرفة العمليات. قصدك محسن الصواب بتاع مجلس الشعب؟ بس كده؟ ده رئيس مجلس إدارة جريدة الأمل، وعنده قنوات فضائية ومحطات وحاجات كتير قوي. خير يا دكتورة، إيه اللي حصل؟ هي خسرت مجهودك يا حسام بيه، 6 ساعات بتقفل في المستشفى وبتحوط عليها وتمنع دخول أي دبانة من قبل ما تعرف أصلها وفصلها وحتى العيانين والحالات الحرجة. شوف بقى حضرتك هتعمل إيه في العنكبوت اللي قاعد في مكتبي. برولين 3-0 على الأرض. خلص يا دكتور، في حاله مستديره. يعني خلص اتجننت ولا ايه؟ ثواني بقى قدامي، مش عايز اقل ادب. حاضر يا دكتور. الله يا سيام، مش كده يا مصيبتي؟ في ايه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ امال مين اللي يعرف؟ اهدي يا علياء، اهدي ان شاء الله خير. اهدى، ما شفتيش جوزك قال ايه على الدكتور؟ شكلي ضيعته يا زوزر، شكلي انا اللي ضيعته بايدي. لا لا يا عليا، اهدي اهدي. وكمان دم، ما انا عملت اشعه وسونار وحاجات كتيره قوي. ما تقلقيش يا روح قلبي، ده حاجات بسيطه بس كده عشان نطمن عليكي. دقيقه واحده هودي العينه المعمل وراجع لك حالا. الو استاذ جلال، انا عبير، عبير فاروق يا فندم، اللي جيت اتمرن عند حضرتك الاسبوع اللي فات وحضرتك حلقت لي، قصدي يعني تجاهلت طلبي. ايوه. طب بص يا عبير، انا اصلي مشغول في غرفه الجنه بتاع المطبعه. يا بنت انا لا بحلق لك ولا حاجه، كلميني بعد نص. ايه بتقول؟ ايه ثواني يا جماعه، يعني انت دلوقتي بتكلميني من جوه مستشفى العريني؟ يخرب بيت عقلك، دخلت هناك ازاي؟ عيب يا استاذ، انا قلت لحضرتك حاول بس تكتشفني وانت هتشوف العجب. ايوه، وبيني وبين مسرح الاحداث طرقه واسانسير. لا لا حضرتك ما تقلقش خالص، انا هجيب لحضرتك داتا ما حصلتش وبالصور كمان. هو احنا شوية، انا معايا موبايل 5 ميجا بكسل، صورته ايه؟ بورتريه. بس يعني يا استاذ جلال، انا عملت حركة كده يعني عشان اعرف اقتحم الموقع، واحتمال يدبسوني في فاتورة كبيرة شوية. بصراحة كده انا كل اللي في جيبي ما يكملش 12 جنيه ونص. لا 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 لا، جيبك ايه؟ انسي يا بنت حكاية الفلوس دي خالص، انت كملي نمرتك وانت مطمنة على الاخر. بص يا عبير، اديني اسمك بالكامل ورقم الغرفة وراح اتصرف. اكتب التمر. حاضر. عبير فاروق عبد الايه؟ عبد السلام، غرفة 307. بقولك يا عبير، انا عاوز شغل بروفيشنال، فاهمة؟ شغل بروفيشنال. يلا مع السلامة، ربنا يوفقك. بقولك يا تامر، عاوزك تحجز لي ربع الصفحة الثالثة فوق شمال. حاضر. معانا مصدر في مستشفى العريني، والأخبار هتوصلنا خلال ساعات. أخبار إيه دي اللي بتتكلم عنها يا حسام بيه؟ أو أكون فاكرني صحفي صغير بيشمشم على خبر يزوق باسمه في صفحة الحوادث؟ معقولة تكون ضابط مهم في الداخلية وما تعرفش مين محسن الصواف؟ مقامك على راسي يا محسن بيه، أنا بس كنت عايز أطمن إن حضرتك مقدر خطورة الموقف. أنا اللي عايز حد يطمني على صديق عمري اللي راقد بين الحياة والموت دلوقتي، واللي بيعمل له العملية دكتور مهايبر متدروش دماغه سارحة في 600 حاجة. هو أنا ما أعرفش سليمان العريني؟ الحالة ضيبتك والشرايين كمان وحشه، عشان كده لازم الجزء تتاخد بحرص قوي، مش كده ولا ايه يا ريس؟ مظبوط يا دكتور. اهم حاجه في الاحوال زي دي
ايدي الغرزة بحرص قوي. وما تاكليش سمك ولا بيض وعدي عليها كمان 3 ايام. خلاص. الله عليك. تسلم العيال يا دكتور. ده تهريج ولعب عيال وتصرفات مجانين. الهانم بتفسح الاجانب في المستشفى وسايبه وزير من اهم الوزراء في البلد تحت رحمه واحد مختل في العمليات. اقسم بالله الراجل ده لو حصل له حاجه لاكون فضحهم في كل حته ومقدم استجواب لوزير الصحه في المجلس. وما بقاش محسن الصواف لو ما سحبت عضويه النقابه من كل الدكاتره بما فيهم الدكتور سليمان. Is this Dr. Irene's office? Yes, Asli, Dr. Ken Mberich. Excuse me? Do you hear something? Yes? From here. What's this? Oh, Lord! A pigeon? Beautiful pigeons! Some water! ده شيء عظيم جدا. ما تضحكونا معاكم شوية يا جماعة قبل الدكتور سليمان ما يخلص على العيان اللي معاه ونصوت كلنا. سليمان طمني اعمل معروف عملت ايه؟ سكت ليه ما بتتكلمش؟ للاسف. ايه؟ كان نفسي اعمل اي حاجه علشان تقعدوا معانا شويه لحد ما اقدر ان انا اكون نفسي واتقدم لمدموزيل هايدي، بس جوزك بقى يا هانم عملها فيا وبوظ خطتي الفظيعه. مش معقول عمل ايه نجحت؟ نجحت بس دي نجحت وجابت مجموع كمان. الف الحمد لله الحمد لله. عليها هانم عليها هانم معلش انا لازم انبه حضرتك لحاجه في منتهى الخطوره ومش هزار. خير يا دكتور؟ معالي الوزير دلوقتي قلبه مش زي الاول خالص. انا عايز انبه حضرتك ممكن اول ما يخرج من هنا يتجوز على حضرتك 3. شايفه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا محسن بيه؟ مش انا بس اللي بقول يا دكتوره، كل بني ادم اتعامل مع الدكتور سليمان عارفه كويس قوي ويقدر يقول لك اللي بقوله لك ده حرف حرف. والمكان اللي احنا موجودين فيه ده شهاده رسميه على طبيعته الغريبه واسلوبه العجيب. مش ده برضو مكتب سليمان العريني؟ مظاهر عمرها ما كانت دليل على الكفاءة العلمية يا محسن بيه. ويكفي الدكتور سليمان فخر إن طول مدة شغله بالجراحة ما صادش منه غير عمليتين بس ولأسباب قدرية كمان. واسأل عنه الأجانب. أنا لا يمكن أسكت على الإهانة البشعة دي. والعلم حضرتك وزير الصحة بنفسه هو اللي اتصل من ألمانيا وطلب تحويل الحالة على الدكتور سليمان العريني. ومين قال لحضرتك إن وزير الصحة مش مسؤول هو كمان على اللي بيحصل دلوقتي؟ وحضرتك بكرة تتفرجي أنا هعمل إيه في الجلسة اللي جاية. وأنا كمان ليا اتصالات يا محسن بيه وأعرف آخد حقي كويس أوي. نجحت يا دكتورة العملية نجحت. نجحت. قلبي ومفتاحك أنا ملك إيديك ونساء وصباحه ايه يا بط؟ ها ايه الاخبار؟ حضرتك دكتور عبقري والله العظيم عبقري. لا بقول لك ايه بقى، سيبك من عبقري وجمبري وكلام السيما ده، المهم طمنيني ها استفدنا من الكام ساعه دول ولا خرجنا زي ما دخلنا؟ معقول يا دكتور؟ ده انا اتعلمت واستمتعت وهصلي ركعتين شكر لله على الفرصه الرهيبه دي. الحمد لله. الف مبروك يا دكتور. وانت من اهله يا سيدي.
ايه يا اخوانا، الف مبروك الف مبروك. ايه وانا راجع من حجاز. اكسلنت يا دكتور سليمان. 3.5 ساعات بس في اوبن هارت سيرجري. دي ايه الشطاره دي كلها يا دكتور؟ ميرسي قوي يا دكتور صفا، بس الحقيقه هي مش شطاره مني ولا حاجه، انا اصلي كان ورايا ميعاد مهم كده، قلت اخلص الجراحه بسرعه بسرعه والحقه. اعرفك بقى بنتنا العزيزه احدث عضو معانا هنا في المستشفى، الدكتوره فاطمه الفرجاني. طب انا راضي بذمتك يا دكتور، مش خساره دي في الجراحه، دي كان المفروض انها تتخصص عيون تجميل، يعني حاجه سمباتيك. أيوة كده. دي فرصه سعيده جدا يا دكتوره فاطمه. انا اسعد يا دكتور. بعد اذنكم. اتفضل 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 اتفضل. بنفس الموت بس غلبان والله، ولو فتحت صدره هتلاقي قلب خصايا بس مزز شويه. هو حضرتك عندك ميعاد فعلا؟ عسل انت يا بطه والله عسل. بقول لك ايه، عارفه الانسه رندا السمراء الاموره دي؟ طبعا. خليها تطلع لك عربيه توصلك علشان الوقت اتاخر. تمام. اوعي تنسي تسلمي لي على جدك شديد السلام. حاضر يا دكتور، انا متشكره قوي قوي قوي. يلا مع السلامه. القهوه يا بار. ويا مين يقول لي قهوه؟ انت عبير، انت ايه اللي قومك من سريرك؟ ما انا لقيت نفسي كويسه قلت امشي رجلي شويه، ماليش انا بقى في قعده السرير وكده يعني. بس احنا يا حبيبتي لسه هنعلق لك محاليل عشان الضغط العالي اللي عندك. لا ما انا اصلا ضغطي عالي كده على طول، انت عارفه بقى القرف ونكد الشغل ومشاكل ده. حتى كلموني قالوا لي في واحده قريبتي رجلها اتكسرت وجت هنا عندكم في قسم جراحه العظام، قلت بقى ابص عليها بالمره. هو الاسانسير منين؟ شكرا، سلام عليكم. بدور عليك المستشفى، ده ولد طفل الصغير اللي محدش قادر يسيطر عليه. ما تقلقيش يا دكتورة هيظهر حالا. عم احمد، شفتش دكتور سليمان؟ لمحته داخل البوفيه. اتفضلي يا ستي. راح البوفيه يعمل ايه؟ انا مش فاهمه. اكيد بياخد قهوه في التراث. ما حضرتك عارفه ايه اللي بيحصل بعد كل عمليه؟ ما عشان عارفه اللي بيحصل عايزين نلحقه قبل ما يطير ومحدش يقدر يجيبه. ميت مرة قلت لك قهوتك تشربها في مكتبك يا سليمان، حرام عليك. أنا تعبت. يا شهناز بقى، وأنا قلت لك 200,000 مرة أنا بتخنق يا ستي من الكبسة بتاعت الحيطان والبيبان المقفلة. إيه يا شهناز، أفطس يعني وأروح فيها علشان تستريحي؟ لو على إيه تتعب نفسك؟ أنا اللي شكلي هعملها قريب قوي عشان أرتاح من شغل البهلوانات بتاعك ده. صعب. تقول إيه؟ بقول إخص عليك يا حبيبتي، ده كلام برضو يعني أهون عليكي تسيبيني محروم بعدك تايه في الدنيا لوحدي؟ ده نايس توهان أكتر من كده. يلا يا سليمان، في ضيف مهم عاوز يشوفك. يلا يا شهناز. لحظة. الله اتفضلي. دكتور فادي، ازيك يا هناء؟ ازيك يا دكتور. الله، أمال فين بنت نور؟ نور جميل، نجوى بتاعت البوفيه. سليمان، أنا مش ناقص إرهاق عصبي أكتر من كده، كفاية اللي حصل فيا الليلة دي. إيه يا شهناز، مش اسمها نجوى برضو ولا بفتري عليها؟ سليمان ركز شوية بقى، بقول لك في ضيف مهم جدا قاعد مع مساعد الوزير ومستنينك من بدري، تقول لي نوجة بتاعت البوفيه؟ طب يلا، أنت اللي معطلانة. إيه؟ أنت متأكدة من الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ طبعا يا باشا، بقول لحضرتك انا شايفاها بعينيا دول وهي واقفه في الكوريدور بتاع مراد الوزير ومستخبيه في جنب كده ومعاها كاميرا الموبايل عماله تصور بنت الوزير ومراته والراجل اللي معاهم بتاع مجلس الشعب. يا بنت الايه؟ ايوه حسن باشا، البنت يا فندم اللي دخلت من شويه مع سواق التاكسي. لا يا فندم، حاله ايه وطوارئ ايه بس؟ دي صحفيه سعادتك استعملتنا كلنا وعملت الفيلم ده كله علشان تدخل. يا سلام، طب فيها ايه؟ فيها ايه يعني؟ انت مش هتبطل الاستخفاف الرزل بتاعك ده؟ في
دكتور محترم يقلب كيان المكتب بالطريقه البشعه دي؟ ده انت ولا كانك قاعد على الرصيف. وحمامه يا سليمان، حاطط في مكتبك حمامه؟ امال كنت عايزاني اعمل ايه بس يا شاهيناز؟ ادخلها معايا العمليات؟ اسكت اسكت، ما تعفرطنيش. نخلص بس من الليله السودا اللي احنا فيها دي الاول، وبعدين نبقى نتحاسب في البيت. المهم دلوقتي من فضلك حاول تسيطر على لسانك وتختار الفاظك كويس اللي هتتكلم بيها مع الناس، وارجوك بلاش التعبيرات اللوكل اللي انت بتحدفها زي الطوبه دي. ممكن اسال حضرتك سؤال صغنطك قوي قد كده اهو؟ مين دي؟ الحاله اللي حضرتك صممت تدخليها الطوارئ يا دكتوره، طلعت صحفيه شاطره. صحفيه؟ مش قلت لحضرتك بلاش تعرضيني في اي ريحه وحشه بشمها؟ ريحه وحشه يعني ايه حضرتك؟ انت تخلصي خالص وتتفضلي معاها من سكات. حاضر. ثواني يا حسام بيه. خير يا دكتور؟ الحظر والتعتيم اللي حضرتك كنت عاملهم على المستشفى قبل العملية كان ليهم واجهتهم. معالي الوزير كان في حالة حرجة وكان رائد من الحياة والموت، وطبعا أي كلام عشوائي في وقت زي ده ممكن يعمل شوشرة إعلامية وبلبلة للرأي العام وشائعات ملهاش أي لازمة. مظبوط، بس الوضع دلوقتي بقى اختلف تماما. الحمد لله العملية نجحت، وده طبعا بتوفيق من ربنا، والحالة دلوقتي مستقرة وزي الفل و24 قراط. وبكرة الصبح بإذن الله هتلاقي بوكيهات الورد وبرقيات التهنئة نازلة ترف على أوضة معالي الوزير زي المطر. يا ساتر المقدم، مصر دي عاملة زي أي قرية صغيرة في الفلاحين. الولية اللي بتولد على راس البلد عندنا، واخد بالك يا دكتورة، حريم البلد كلها بتسمع الطلق بتاعها من وهي في بيوتها. بدليل ان قطة مخربشة زي دي شمت الخبر وقدرت انها تتسحب ما بين رجلين حضراتكم وتخش المستشفى هنا قبلنا شخصيا محروم من العمليات. يعني قصدي يعني ايه لازمتها بقى ان احنا نأذي بنت عبيطة زي دي، واخد بال سعادتك، بهدلت نفسها ودخلت المستشفى وعملت عيانة لمجرد ان رئيس تحرير جشع استغلالي وعدها بكلمتين كده باسمها صغير في جورنال تافه مجهول مغمور ومكافأة 50-60 جنيه. كلام سعادتك سليم 100%، بس حضرتك نسيت حاجة صغيرة قوي. حاجة ايه؟ حقي وحق الضابط اللي هي استغفلته وتسحبت من ما بين رجليه زي ما حضرتك قلت بالظبط. افرط فيه بسهوله كده واعمل منه البانه في بق الممرضات وعمال المستشفى؟ يا سلام عليك بقى حسحس بيه. ما احنا ياما استغفلنا مدير المدرسه علشان ننط من على السور، وياما استغفلنا ابهاتنا علشان نشرب سيجارتين في الحمام، وياما استغفلنا حرس الجامعة عشان نخش كده تفليتة ونقابل الجو. اوعى تقول لي ما حصلش. طب بذمتك ودينك يا شيخ، انت ما كنتش بتزوغ من كلية الشرطة وتروح جامعة عين شمس عشان تقابل اسمها؟ اقول لك بذمتك، طب كان اسمها ايه؟ كان اسمها ايه؟ ربابة. دكتور يا حسام بيه، والشباب يبقى شباب ابدا غير طيش وتهور ونط من على السور؟ انا مش عارف اقول لك ايه يا دكتور بصراحه. قول براءة بقى يا اخي، وما تعكننش على كل الناس اللي فرحانه بنجاح عمليه الوزير بتاعك ده. الله، وانت بتشتغلي في انهي داهيه يا مفعوص انت؟ لسه ما اشتغلتش والله يا دكتور، ده انا كنت بحاول اعمل اي حاجه النهارده كده علشان اقنع يعني رئيس تحرير جريده المستقبل انه يمرني عنده ويديني اي كارنيه. اتفضل يا سيدي. يا باشا، اصل احنا اصلا متخصصين في اننا نمص دم اي كتكوت صغير بالظبط زي العرس. خلاص يا دكتور، براءة المرة دي عشان خاطرك، وانت لو شفت وشك في حتة تاني هبطلها. خلاص هبطل مهنة الصحافة دي خالص، انا شفت منها غير الهم ووجع القلب. ما تشغلني عندك ممرضة يا دكتور، ده انا حتى شاطرة وخفيفة وبعرف ادي ابر. ابراهيم، خدها من قدامي دلوقتي الاحسن ورب الكعبة. النبي ما انت حالف. السلام عليكم. بعد اذنكم. مع الف سلامه يا فندم.
شرفت وانست. خطوة عزيزة. خلصت المرافعة يا مترو وخدت البراءة؟ أصلاً ممكن بقى نتحرك ونلحق الناس اللي هيتخانقوا جوه في الأوضة دول. شهنوستي حبيبتي، ممكن من فضلك تعفيني أنا من موضوع الضيوف ده يومك سوا فيا؟ هتهرج يا سليمان؟ هتهرج؟ لا يا شهناز مش بهرج، أنا بكلمك بجد. الله، أنا خلاص اتخنقت، تعبت، مش قادر أقعد ولا دقيقة واحدة هنا. يعني لازم أجيلك بنفسي عشان أهنيك وأرفع لك القبعة؟ إيه يا بروف؟ يا مس افندم، هو دكتور سليمان هيروح امتى؟ نعم، قصدي يعني يخرج امتى من المستشفى؟ اصل عايز اساله على حاجه مهمه. والله الدكتور متعود بعد كل عمليه بيشرب القهوه بتاعته وبيمشي على طول، بس ما اعتقدش ان الليدي فيها خروج لان الوضع يعني زي ما انت شايف. طبعا مفهوم. السلام عليكم. في دي بقى عندك حق 100% يا دكتور نبيل، بس انا المره الجايه هعمل حاجه احسن من كده شويه. هتعمل ايه؟ هعلق على المكتب يافطه بتقول حكيم وفرارجي. You know what, professor? I believe we have met before. Long time ago maybe. I just can't remember. I remember, professor. Rome. Oh, certainly, Rome. Rome Conference, Spring 1998, correct? Exactly. I am so glad for this meeting with Professor Rainey. You are really a brilliant professor. وعندك دماغ حلوة قوي. إيه؟ مش ممكن. سمعت دي يا دكتور نبيل؟ بيقولك عندك دماغ حلوة قوي. ناس يقولي دماغك عالية ومزاجك فلالي. انت تعلمت العربي فين يا بروفيسور؟ حبيبي انا امي مصريه وانا عشت في الكسندريا. عشان كده. شفت يا عم نبيل؟ جالك كلامي؟ جبتش انا حاجه من عندي؟ اهو طلع من بحري وبنحبوه. انا اصلي يا دكتوره القط المصري، ولو كان واقف في طابور عيش في البانيا. على فكرة بقى يا بروفيسور، أنا شكلي كده ما قابلتكش في روما ولا حاجة. أمال فين؟ شفتك واقف أنت والست الوالدة على الإمة في الأنفوشي. أنا بصراحة تعبت قوي وجبت جاز يا بروف. طيب أنا مبسوط جدا جدا إن أنا شفتك تاني يا بروفيسور. وأنا كمان. طيب سلامة بلبل. باي باي حبيبتي. ده ماشي فعلا. وانا تصبح على خير يا ابو السيد. يا دكتور. سلام يا اولاد. مش حاجه خالص. يا سلام عليكم. الف سلامه يا دكتور. يا جدع نزل ايدك، نزل ايدك. ايه الهبل ده؟ ايه انت واقف قدام مديريه الامن؟ خلاص كلكم اتعديتوا بالفيلم البوليسي اللي عشناه النهارده. بقول لك ايه يا دنيا؟ أول ما تشوفي رندا قولي لها تاخد الكرتونة اللي في مكتبي وتديها لعزة السواق، هو عارف هيوديها فين. حاضر يا دكتور. يلا سلام. مفيش فايدة. تصبحوا على خير يا رجالة. والله براوة براوة، والله براوة. شباك حبيبي ترى اخر ترى، دكتور سليمان معلش سامحني، انا كنت عايز اشكر حضرتك على اللي عملته معايا، وكنت عايز اقول لك كمان ان انا انت ايه؟ انت جهله وغبيه وما عندكيش ريحه الدم. انا يا دكتور؟ ايوه انت، انت وكل اللي بيشتغلوا في الملعونه دي اللي اسمها الصحافه. انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ ايه ماضيين يعني عقد شراكة مع شبح المرض والموت؟ مفيش حاجة في الدنيا بتلفت نظركم غير المصايب والفضايح وأوجاع الناس. الراجل بيموت وأهله غرقانين في دوامة رعب ومش قادرين يقفوا على رجليهم، وانتوا كل اللي هممكم مين اللي يسرق قبل التاني الخبر العظيم ده ويزفوا للدنيا على طبلة وطار. أعوذ بالله، أعوذ بالله.
هو ده سليمان العريني، أغرب تركيبة بشرية خلقها ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي عايشين حواليه لحد النهاردة يا عبير مش قادرين يحطوه في قالب معين أو يصنفوه تصنيف واضح ومفهوم. أدخل. أهلا يا رضا. عمر أستاذ. خد الكارت ده فرغ لي الصور اللي فيه. في حاجة شخصية؟ لا خالص. اتفضل. حاضر من عينيا. محدش عارف يا عبير الراجل ده إيه بالظبط. هل هو جراح ماهر ولا رجل أعمال ولا شيخ حرف مصر القديمة ولا مجذوب من مجاذيب السيدة والحسين ولا عمدة قرار بلد فلاحين؟ إيه ده كل؟ وأكتر. بس الحاجة الوحيدة اللي إحنا كلنا متفقين عليها في الوسط الصحفي إن الراجل ده ما بيكرهش حاجة في حياته أكتر من الصحافة والسادة الصحفيين والتلفزيون. تعرف يا عبير انك قدرتي تنبشي نبشه صغيره بصوابعك في البحر ده وتقدمي لنا شفره مش بطل الحل اللغز ازاي؟ يعني المفارقه الظريفه اللي حصلت بينك وبينه والكلمتين اللي قالهم لك على المستشفى دول بيقدموا واحد من الاسباب المهمه والواجهه لكره للصحافه. هي وجهه نظر بس يعني هو ممكن يكون كاره الصحفيين قوي للدرجه دي ويدافع عني في نفس الوقت بالحماس ده كله وينقذني باعجوبه من ايدين الضابط بتاع الحراسات الخاصه ده؟ ايوه ممكن. قلت لك انا عارفه بابا كويس. يا موني ارجوكي ما توحينيش بقى. طب بس انا عايزه افهم يا بنتي ازاي هيشوفك وهو سايق واشمعنى الشارع ده اللي هيعدي منه؟ مش سايق يا ستي مش سايق، بيمشي على رجله ولو عينه لمحت عربيتي فوق ايه زي ده. انت قلتي ايه بيمشي على رجله؟ ليه هو باباكي ما عندهوش؟ موني بليز اتحركي وخرجينا من هنا الاول، ودينا اي حته ثانيه وقال هنزل واسيب. لا 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 خلاص خلاص اوكي، حته ثانيه اوكي. بس لعلمك بقى الكافيه ده كان بيز جدا وكان هيخلي مودك حلو قوي، بس انتي فقاريه. انا مفيش اي حاجه ممكن تنسيلي اللي حصل. او ماي جاد، بقول لك ايه، احنا مش اتفقنا نفك وننسى اللي حصل؟ اقول لك على حاجه، كلميني شويه عن باباكي اللي بيمشي على رجله ده. انا مش قادره افهم ريتشي مان زي سليمان العريني والمفروض ان هو يعني عنده بدل العربيه. يعني ولادي كده حياته كلها غريبة وملهاش أي معنى. دماغ ما هيبرة وتصرف. لأنه متعود بعد كل عملية بيخرج من المستشفى في أقل من نص ساعة. عارفة؟ عامل زي التلميذ اللي قاعد بيفرق في سكشن خنيق وما صدق ان الجرس ضرب علشان يجري على الشارع ويفضل ماشي 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 لحد ما يموت من جوه. والشارع اللي كنا فيه ده بقى بس ما تكمليش، انا عرفت لوحدي. الشارع اللي كنا فيه ده في ريستوران يجانن صح؟ ريستوران؟ اه فعلا هو كده بالظبط. تعرفي اني ساعات بحس ان دادي ده شبح. وات؟ شبح؟ هاو كام شبح؟ ايوه عارفه انت الفيلم بتاع نيكولاس كيدج وميج راين سيتي اوف انجل؟ اه طبعا عارفاه. اهو شخصيه دادي قريبه قوي من الكاركتر ده. واحد مات مش عايز اقتنع ان هو مات، مش عارف يعيش في الدنيا دي لانه خلاص ما بقالوش مكان فيها، بس في نفس الوقت متعلق بحاجه بيحبها قوي ومصمم ان هو يعيش. بس تفتكري ايه هي الحاجه اللي هو حاببها قوي كده ومخليه متماسك بالدنيا؟ كل حاجة، الشغل والسفر والصيد، بحب الكورة والورد والحمام، بحب السيما والمزيكا وتلاوة عبد الباسط عبد الصمد وتواشيح النقشة بندي، وبحب رقة عبد الحليم حافظ وسلطنة عبد الوهاب، وبرتاح بالليل على صوت أم كلثوم. اللي يشوفه مرة واحدة يقول الراجل ده ما بيزعلش أبداً، مفيش أسعد منه في الدنيا.
أني ولداه في قلب حزني يكفي بلد بحلاوة. حزن؟ حضرتك تقصد إيه يا جدي؟ أصل سليمان يا بنتي زي عصفور الكلب المحبوس في قفص من ذهب. الناس كلها حاسدينه على العز والأبهة اللي هو فيها، ومحدش حاسس بعذابه الحقيقي، العذاب اللي بيداري عن الناس كلها ابتسامته وحلاوة روحه، بيداويه بالشغل والمزيكا. والعذاب بدا من يوم ما فارق جده حاجة منصور العريني الله يرحمه عمدة البساتين في المنصورة، ودخل سجن جده التاني إبراهيم باشا الغول في سراية الزمالك. إبراهيم باشا ما كفهوش السجن اللي حبس فيه العصفور بتاعه بفلوسه وسطوته، قام زود مدة العقوبة بالجوازة اللي جوزها له. حسها اي راجل في الدنيا هو حاسس انه غريب عن اهل بيته. سليمان عايش في عالم واهل بيته عايشين في عالم تاني خالص. مراته طماعه ومتسلطه، ما بيهماش غير الفلوس والمظاهر، وبنته دلوعه ومتهوره ومخها طائر. هو السبب، هو اللي عمل فيه كده، هو اللي وصلني للموقف اللي حصل لي النهارده. شاهده انا مش فهماكي، وهو ايه علاقته بالمشوار اللي احنا رحناه النهارده اصلا؟ هو اللي حببني فيها، هو اللي عرفني يعني ايه مزيكا ودخلها في دمي وعيشها جوايا. او ماي جاد، باباكي يا شهد بيفهم ميوزك؟ بيفهم. قولي بيتنفسها زي الهوا، بيدمنها زي ما اصحابك بتوع الريد هاوس ما بيدمنوا الكيميكال والمارجوانا. من وانا طفله عندي 10 سنين وانا بتفرج على صوابع وهي بتلعب على البيانو، زي الريشة اللي بتتمرجح في الهواء ومحدش عارف يمسكها. كنت أفضل أسمعه وتوه في مزيكته لحد ما ينام وهو قاعد.